خليني أختم معك هنا أستاذ سليمان لو سمحت لي. يعني هذه الإجراءات المجنونة بحسب توصيف كثيرين التي كشفت حقيقة المسؤولين الإسرائيليين، يعني لما يطلع وزير المالية يعني يعرض خريطة لكيانه الغاصب منه الأردن، وبيطلع الآن قانون لإلغاء فك الارتباط وشرعنة المستوطنات، وحديث عن أزمات داخلية يريد الاحتلال تصديرها، أمام هذه الحكومة إلى أين ترى بأن الأمور ذاهبة؟ هل ذاهبة إلى حرب بالفعل قريبا كما يرى البعض؟ نعم، يعني هو من الصعب جدا تحديد كما يقال ساعة الحرب أو المواجهة، لكن نحن نقرأ المؤشرات الموجودة على الأرض، المؤشرات والدلائل الموجودة على الأرض في ظل واستمرارية الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو بهذه العقلية بشخصيات هؤلاء الوزراء. أنا باعتقادي نعم، هذه أول عامل مهم والأرضية الخصبة التي توفر إمكانية الذهاب إلى المواجهة. والسبب الرئيسي في ذلك كما قلت، هناك مسعى من قبل قيادات الاحتلال في الحكومة الحالية إلى تعزيز وتأمين مستقبلهم السياسي على حساب كثير من القضايا الأخرى. النقطة الأخرى، هناك محاولة دغدغة للنسبة الأكبر في المجتمع الصهيوني الحالي، وهي النسبة التي تتعلق باليمين المتشدد والأحزاب الصهيونية المتشددة، وهذه هي التي توفر كما يقال حزام الأمان للحكومة الحالية، وبالتالي هذه أحد القضايا. القضية الأخرى أو الشق الآخر أو المقابل لهذا الأمر، وهو محدد مهم جدا، أن الحالة الفلسطينية في ظل غياب الأفق السياسي من جانب، وضعف القيادة السياسية الفلسطينية من جانب آخر، وقضية أخرى غياب أي حل يمكن أن يفرض على الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا عدم الانشغال أو عفوا الانشغال الدولي والإقليمي بقضايا أخرى ذات أولوية أكثر من القضية الفلسطينية في هذه المرحلة، كل هذا الأمر يجعل المواطن الفلسطيني والشارع الفلسطيني هو صاحب زمام المبادرة. وأنا باعتقادي يعني في العام الماضي ومطلع هذا العام نحن يعني لاحظنا كيف بدأت تعيد الأمور الحالة الشعبية أو الحاضنة الشعبية، هي أصبحت صاحبة الميدان وهي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة. تشكل الجماعات المسلحة أو جماعات المقاومة أو المقاومين أو أيضا المقاومين المنفردين ربما بالعمل دون الرجوع إلى هيكل تنظيمي أو هيكل مؤسسي أو إلى تنظيمات وأحزاب بشكل واضح جدا، هذا ربما يعني يؤشر إلى شكراً. ربما الوصول إلى المواجهة في نقطة أو مرحلة ما. شكرا جزيلا لوجودك معنا مدير مؤسسة يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية سليمان بشارات، شرفتنا في استديو التاسعة. رمضانك مبارك، وإن شاء الله بيكون شهر خير وبركات على أهلنا في فلسطين، وشهر تحرير يا رب العالمين.